لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال ابن كثير رحمه الله. قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها كقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فشرع العدل وهو القصاص، وندب إلى الفضل وهو العفو كقوله والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. ولهذا قالها هنا فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أي لا يضيع ذلك عند الله، كما صح في الحديث وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، حديث صحيح. قال لماذا سميت سيئة وهي عدل؟ سميت سيئة لأنها تسوء من عوقب بها. هو أساء أولا في حق نفسه، وسيئته التي عملها تسوءه وساءت الناس الذين ظلمهم. وأما سيئة مثلها فهي تسوء الذي وقعت عليه، تسوء الذي بدأ بالظلم فعوقب بما ساءه، وليست سيئة في حق من انتصر. وقوله إنه لا يحب الظالمين أي المعتدين، وهو المبتدئ بالسيئة. ثم قال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي ليس عليهم جناح في الانتصار ممن ظلمهم. روى ابن جرير عن ابن عون قال كنت أسأل عن الانتصار، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فحدثني علي بن زيد ابن جدعان عن أم محمد امرأة أبيه قال ابن عون زعموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين عائشة، قالت قالت أم المؤمنين دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا زينب بنت جحش، فجعل يصنع بيده شيئا فلم يفطن لها، فقلت بيده حتى فطنته لها فأمسك، فأقبلت زينب تقحم لعائشة فنهاها فأبت أن تنتهي، فقال لعائشة سبيها فسبتها فغلبتها. وانطلقت زينب فأتت عليا فقالت إن عائشة تقع بكم وتفعل بكم. فجاءت فاطمة فقال لها إنها حبة أبيك ورب الكعبة. فانصرفت وقالت لعلي
إني قلت له كذا وكذا، إنها حبة أبيك، الحب الحبيب يعني. إني قلت له كذا وكذا فقال لي كذا وكذا، قال: وجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في ذلك. حديث منكر. قال: هكذا ورد هذا السياق، وعلي بن زيد بن جدعان يأتي في روايته بالمنكرات غالبا، وهذا فيه نكارة، إضافة إلى أن أم محمد امرأة أبيه أيضا مجهولة غالبا، فجعل يصنع بيده شيئا فلم تفطن له، إن كأنه كان يشير إليها لترد عليها، لكن هذه الفاظ فيها نكارة يعني. قال: والحديث الصحيح خلاف هذا السياق، كما رواه النسائي عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبا. ثم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك إذا قلبت لك ابنة أبي بكر ذريعتيها. ثم أقبلت علي فأعرضت عنها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: دونك فانتصري. فأقبلت عليها حتى رأيتها قد يبس ريقها في فمها ما ترد علي شيئا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه. يبدو أنها قالت ما علمت، يعني معنى الانتصار، والله أعلم. الحديث صححه الشيخ الألباني على شرط مسلم. أقبلت علي يعني تتكلم في حقها أو تتكلم بغيظ، وهذا أمر يحتمل بين الضرائر، ويأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الانتصار ممن ظلم غيره. وروى البزار عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا على من ظلمه فقد انتصر، يعني أخذ حقه لأن الله لا يتركه. حديث رواه الترمذي، حديث ضعيف. أشار الترمذي إلى ضعفه، قال رواه عن أبي من حديث أبي الأحوص عن أبي حمزة واسمه ميمون، ثم قال: لا نعرفه إلا من حديثه، وقد تكلم فيه من قبله. فقوله: إنما السبيل، أي إنما الحرج والعنت على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أي يبدأون الناس بالظلم، كما جاء في الحديث الصحيح: المستبان ما قال فعلى البالي ما لم يعتدي المظلوم. المستبان اللذان يسبان بعضهما، فعلى البالي ما قال فعلى البالي، كل إثم قالاه فعلى البالي ما لم يعتدي المظلوم. إذا اعتدى المظلوم فزاد في النكاية عن الحق، فهنا يكون عليه. ومن الذي يضبط يعني الموازنة بالضبط أن هذه مثل هذه؟ لذلك الدخول في مثل ذلك الأفضل للإنسان أن ينتهي عنه. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، أي شديد موجع. روى أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح. عن
محمد بن واسع قال قدمت مكة فإذا على الخندق منظرة يعني إيه؟ كمين، من ينظرون من يأتي ومن يخرج، فأخذت فانطلق بي إلى مروان ابن المهلب وهو أمير على البصرة، فقال ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قلت حاجتي إن استطعت أن تكون كما قال أخو بني عدي. قال ومن أخو بني عدي؟ قال العلاء ابن زياد، استعمل صديقا له مرة على عمل فكتب إليه أما بعد فإن استطعت أن لا تبيت إلا وظهرك خفيف وبطنك خبيص وكفك نقية من دماء المسلمين وأموالهم فإنك إذا فعلت ذلك لم يكن عليك سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. فقال صدق والله ونصح. ثم قال ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قال حاجتي أن تلحقني بأهلي. قال نعم. رواه ابن أبي حاتم. قدمت مكة يعني ذهب مكة ورجع في البصرة يعني، فإذا على الخندق وهو راجع يعني منظرة، إن استطعت، وينصحه ولكن بأسلوب يعني غاية في الأدب والتعريض، يقول له الأول جاب له اسم واحد ما يعرفوش ولا يدري ما قال. قال إن استطعت أن تكون كما قال أخو بني عدي. قال ومن أخو بني عدي؟ قال علاء بن زياد، استعمل صديقا له مرة على عمل. عايز يقول له أنا صادق معك وأنا صديق لك إذا يعني قلت لك هذا الكلام، تلطف في نصيحة الأمراء. قال أما بعد فإن استطعت أن لا تبيت إلا وظهرك خفيف من الأثقال، يحملون أوزارهم على ظهورهم الأوزار والذنوب، وبطنك خميص يعني لا تأكل كثيرا، مقصود به لا تأكل من الحرام من أموال الناس، وكفك نقية من دماء المسلمين وأموالهم، فإنك يعني فإن استطعت ذلك فافعل، فإنك إذا فعلت ذلك لم يكن عليك سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. موعظة بليغة، وذكره بأنه إذا ظلم فله عذاب أليم. ثم إنه تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص قال نادبا إلى العفو والصفح، ولا من صبر وغفر، أي صبر على الأذى وستر السيئة، إن ذلك لمن عزم الأمور. قال سعيد بن جبير لمن حق الأمور التي أمر الله بها، أي لمن الأمور المشكورة والأفعال الحميدة التي عليها ثواب جزيل وثناء جميل. روى ابن أبي حاتم عن الفضيل بن عياض قال إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلا فقل يا أخي اعف عنه فإن العفو أقرب للتقوى، فإن قال لا يحتمل قلبي العفو ولكني أنتصر كما أمرني الله عز وجل، فقل له إن كنت تحسن أن تنتصر وإلا فارجع إلى باب العفو فإنه باب واسع، فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله، وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل، وصاحب الانتصار يقلب الأمور. من يقول حاجة كده حاملها كده
هنتصر ازاي؟ هيغلبني فينا؟ وان كنت تحسن ان تنتصر تحتمل معنيين، هل تستطيع ان تفعل؟ والا فكثير من الناس يتوعد بالانتصار ممن ظلمه ثم لا يفعل شيئا، ولا يستطيع ان ينتصر، بل يزيد الامر ظلما وعدوانا عليه. وكثير من الناس ايضا لا يحسن ان ينتصر بالعدل، لا يستطيع ان يجابه السيئه بالسيئه، بل يزيد عليها فيكون قد ظلم ضمن الظالمين. لان احسان الانتصار بالشرعي هو ان يجزي سيئه مثلها. واما احسان الانتصار يعني كونا واقعيا ان ينتصر بالفعل، وليس انه يتكلم فقط او يدبر ما لا يحسن تدبيره ثم يحاول فيزداد الظلم عليه ويزداد البغي عليه. روى الامام احمد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا شتم ابا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويتبسم، فلما اكثر رد عليه بعض قوله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام، فلحقه ابو بكر فقال يا رسول الله انه كان يشتمني وانت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت، قال انه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله حضر الشيطان فلم اكن لاقعد مع الشيطان. ثم قال ابا بكر ثلاث كلهن حق، ما من عبد ظلم بمظلمه فيغضي عنها لله الا اعز الله بها نصره، وما فتح رجل باب عطيه يريد بها صله الا زاده الله بها كثره. صله رحم وصله يعني جيران او نحو ذلك، يصلهم يعني يحسن اليهم، يوصل اليهم الخير والعطيه والحسنه. قال وما فتح رجل باب مساله يريد بها كثره الا زاده الله بها قله. قال هكذا رواه ابو داود. ورواه من طريق الليث عن سعيد بن سيد مرسلا. وهذا الحديث في غاية الحسن في المعنى، وهو سبب سمه الصديق. هو ايه؟ هو سبب سمه للصديق، لكن الظاهر كان في قصه مش موجوده هنا. هو ايه؟ وهو مناسب للصديق والصحابة. الحديث اخرجه احمد وابو داود في كتاب الادب في باب الانتصار. الانتصار في بعض الاحيان يكون هو الذي يردع المعتدي، والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، فبتختلف من حال لاخر. فقد يكون هناك حال إذا انتصر توقف البغي، خصوصا بقى في أمر يعني الضرائر ونحو ذلك. أنا بقول إن هو إن ده هيوقف الأمر، فالرسول فرح أو تهلل وجهه لأنها انتصرت فتوقفت وانصرفت. في واحد تاني هيكلمه هتروح جاي ردد عليه، هيروح جاي ردد عليه تاني، وواحد تاني هيعرف ينتصر. ان احسنت ان تنتصر، في واحد ما يعرفش ينتصر، في واحد ينتصر وهو جاي موقف الموضوع. فاذا كان بهذه الطريقه بالعدل ويوقف تكرر الظلم والعدوان فهذا هو المطلوب، يبقى في الحاله دي الافضل انه ينتصر.
ما هو بس الرسول صلى الله عليه وسلم فاهم عائشة هتعمل ايه، وعارف انها وهي عرفت حياتها عرفت ترد عليها تسكتها، يقولك حتى جف ريقها في حلقها خلاص سكتت. اقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.